ولنقاش ملف أزمة الرواتب في العراق وانعكاساتها على المواطن ينضم إلينا عبر الهاتف من مدينة إسطنبول تركيا الكاتب والباحث السياسي الأستاذ حسين السبعاوي. أهلا بكم أستاذ حسين. أهلا وسهلا، حياكم الله. بعد تأخر صرف رواتب الموظفين لأكثر من شهر، ما الأسباب التي أدت لتأخر الحكومة في صرف الرواتب رغم لجوئها للاقتراض؟ يعني احنا اعتقد اذا اضفنا الازمه الماليه معناها نحن امام ازمه تلد اخرى، الازمه السياسيه والازمات الامنيه، تضاف لها الازمه الامنيه، فاعتقد ان العراق يمر بازمات وهذه الازمات كبيره. اما الاسباب فاعتقد لا يوجد سبب وجيه او مبرر لدوله مثل العراق عاجزه ان تدفع الرواتب الا ان يكون هناك فساد او صناعه ازمه جديده تضاف إلى الأزمات الأخرى للشعب العراقي. حقيقة الأمر مستغرب جدا، دولة نفطية فيها موارد، فيها سياحة، فيها واردات، في كل يوم نسمع أنه فقط الحدود يعني تمكنت من الحصول على مليارات الدولارات يومية والدنانير. إذن أين ذهبت هذه الأموال؟ كيف صرفت؟ يعني حتى الدين انه الدوله مثل العراق تستدين لتسدد الرواتب، هذا امر يعني معيب جدا على الدوله العراقيه وعلى المسؤولين العراقيين. لا يمكن هذا الامر، لا توجد دوله لا عربيه ولا غير عربيه، دوله تمتلك كما يمتلك العراق من موارد ولديها ازمه في دفع الرواتب، الا ان يكون هناك فساد، وهذا هو الاسه المشكله الذي استشرف الدوله العراقيه افقيا وعموديا. كيف تنعكس أزمة صرف الرواتب على الموظف والمواطن خاصة في ظل الظروف الاقتصادية والصحية الصعبة التي يمر بها العالم ككل والعراقيين أيضا؟ يعني أزمة الرواتب على سواء في العراق أم في أي دولة أخرى يعني هي أزمة، هي عصب الحياة. يعني المواطن ينتظر الراتب لي يعني يتمم معيشته واحتياجاته، يسدد احتياجاته المالية والاقتصادية والمعيشية. إذا ما قطع الراتب فمعناه غياب الدولة. يعني هذا هو، هي الأزمة المالية هي عصب الحياة. ولكن أنا أعتقد أيضا أنه هناك صرف أنظار المجتمع بدل عن مطالبهم السياسية وعن مشاكل الدولة، المشاكل الشعب مما يعانيه من مشاكل أمنية، صرف أنظارهم إلى هذه المشكلة. يعني لاحظت منذ 4 أشهر وكلما يقترب موعد تسليم الرواتب تبدأ التصريحات المتناقضة من اللجنة المالية، ثم في اليوم الثاني تناقضها الوزارة المالية عن عدم تسديد الرواتب في هذا الشهر، عدم تأمينها، الآخر يقول تأمنت هذا الشهر، وهكذا. أنا أعتقد أيضا صرف الشعب العراقي على الأزمة الحقيقية وهي أزمة سياسية يعاني منها الشعب العراقي، خصوصا أنه يعني حراك تشرين بدأ يستعد يعني السنة الأولى لمروره، بدأ يستعد من جديد. فأعتقد أنه أيضا الموضوع فيه سياسي أكثر مما هو فعلا اقتصادي. وفقا لبرلمانيين فإن الحكومة لجأت لاقتراض 15 تريليون دينار تكفي وتغطي الرواتب لغاية تشرين الأول المقبل. ما مدى نجاعة حل القروض المحلية والخارجية؟ أنا أعتقد القروض لا يمكن أن تعالج المشكلة الاقتصادية وخاصة المالية في العراق، لأنه إحنا هذه القروض هي لتسديد الرواتب وليس للاستثمار، بمعنى لا يوجد فيها وارد آخر، بمعنى لا يعني فقط تسديد الناتج يساوي صفر. فإلى متى يستمر العراق في القروض لتسديد الرواتب؟ يعني شهر، شهرين، عام، عامين، وبهذا سيغرق هذا البلد في الديون ومن ثم يعلن الإفلاس. وهذا الأمر لا يمكن أن يكون في دولة مثل العراق. أنا أعتقد الديون أبد ليست علاج، هي المعالجة الحقيقية، ضرب الفاسدين ومواجهة هذا الفساد. آنذاك ستكون هناك وفرة مالية وحسنة ممتلئة وشعب مرتاح، لا يمكن أن يقلق في على رأس كل شهر أنه هل سيستلم راتبه أم لا يستلم، وهكذا. من سيدفع ثمن هذه السياسات الاقتصادية وأعباء القروض؟ يعني بالتأكيد هو الشعب العراقي أو الطبقة الكادحة هي التي ستدفع هذا الثمن، ولكن لا ننسى أنه أيضا النظام السياسي سيدفع هذا الثمن، لأن الشعب سيثور على مثل هذه التصرفات. لا يمكن أن يسكت شهر أو شهرين أو ثلاثة، لا يمكن أن يسكت أمام هذا. هل سيذهب إلى مجاعة؟ الأمر لا يمكن، هناك حراك يعني
موجود في الساحه العراقيه ولديه مطالب، هل اذا ضيفت له هذه الازمه الماليه سيخرج معها الموظفين والدوله عاجزه عن مواجهه الشعب كامل يخرج ضد سياساته؟ فاعتقد ايضا الخاسر هو ايضا النظام السياسي الذي سيقلعه هذا الشعب غير ماسوف عليه. انطلاقا من هذه الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها الحكومة وكذلك المواطن العراقي، لأين تتجه الأوضاع خاصة بعد تحذيرات نواب بانهيار سياسي؟ والله أنا أعتقد أنه العراق يحتاج إلى يعني عملية سياسية جديدة، لأنه فشلت هذه العملية السياسية الموجودة من 2003 إلى الآن. الشعب العراقي يعاني يعني سواء معاناة أمنية وسياسية واقتصادية، تهميش، تهجير، نزوح، بطالة، كل هذا أعتقد هي سببها العملية السياسية الفاشلة التي تبنتها الولايات المتحدة ورعتها إيران. وبالتالي أعتقد الشعب العراقي حله الوحيد هو في إيجاد عملية سياسية تطرح لكافة الشعب العراقي، تعتمد على مبدأ المواطنة في إدارة الدولة، وإلا سنبقى في هذه المتاهات وصناعة طبقيات جديدة داخل المجتمع العراقي، وهذا ما لا أعتقد أن يقبله الشعب العراقي ولا ثوار تشرين. شكرا جزيلا لك الكاتب والباحث السياسي حسين سبعاوي، حدثنا من مدينة اسطنبول التركية.